طب كتلة خلينا مصرية. نتكلم برضو عن احد المنسحبين من الكتلة. الخبر اللي بعد كده، الاهرام الصفحة الاولى، الوفد ينفي ضم فلول الوطني وتصدع جديد بالكتلة المصرية. كما تعلم الوفد كان سبب الخلاف الرئيسي. الوفد كان موجود في التحالف واختلف مع الاخوان المسلمين وانسحب من التحالف، وقيل الكثير من الاسباب ادت الى هذا الانسحاب وهذا التصدع للتحالف. الوفد من جهته بيقول ان احنا حزب ليبرالي وانسحبنا لانه اهدافنا ومبادئنا تختلف مع مبادئ الاخوان. وللاسف الشديد ده لم يكن صحيحا، لان انت عندما تحالفت مع الاخوان في البدايه كنت تعلم جيدا من هم الاخوان. يبدو ان يعني السبب الرئيسي او في اغلب الظن هو ان الاخوان وبعض القوى احتجوا على وجود اعضاء سابقين في الحزب الوطني على قوائم الوفد. حصل جدل وحصل يعني ما يشبه العتب والخناقات داخل حزب الوفد على بسبب هذا الموضوع، وتهديدات بالانسحاب وتهديدات بتجميد العضويه، وانتهى الامر تصريح سيد البدوي قال ان انا خلاص احنا مش هندخل اي حد وحاسبوني، واللي حد بيقول ان انا دخلنا فلول يقول لي مين هو الفلول. طب السؤال بقى، الخبر اللي بعد كده، مصدر قضائي قانون افساد الحياه السياسيه لن يصدر قبل نهايه نوفمبر. السؤال اللي داير في الشارع، وفي 48 ساعه لسه فاضلين على قفل باب الترشيح، ولسه ما حدش عارف قانون العزل هو اللي هيصدر، هيصلحوا قانون الغادر، ايه اللي هيحصل نعم. بالظبط؟ عندما تم تمديد فتح باب الترشيح، ويمكن بس اضافه صغيره، انه ده ممكن يحل كل المشاكل دي، وكان ما اطمننا ان اعضاء الحزب الوطني المنحل قاعدين في بيوتهم لمده 5 سنين. نعم. عندما تم تمديد فتح باب الترشيح قيل ان السبب انه سيعطي فرصه حتى يصدر قانون العزل السياسي او الغدر بين قوسين، وحتى يكون ذلك دستوريا، لانك ستواجه مشكله قانونيه كبرى اذا اغلقت باب الترشيح وفيه بعض اعضاء من الحزب الوطني ثم اصدرت فيما بعد القانون. قانون لا يطبق باثر رجعي، وقد يطعن احد بعدم دستوريه ويلغي الانتخابات باكملها. لكن طبقا لما هو منشور نقل عن مصدر قضائي في جريده الشروق اليوم، فانه صعب جدا ان يصدر خلال يوم او اثنين، وبالتالي وربما يقعد لحد اول ديسمبر، اي بعد ظهور بدء الانتخابات اساسا اللي هو مقرر ليها في 28 طب ما هي دي نوفمبر. المشكله اللي احنا بنتكلم فيها، احنا بالظبط. مش عايزين الانتخابات تبتدي نعم. والناس دي داخله. هو الخلاف الاكبر مش كده بس، الخلاف الاكبر هو انت هتعمل هذا القانون وتطلع قائمه مثلا مبدئيه تضم الاعضاء البارزين في الحزب الوطني وبتقول دول مش هينزلوا، ولا كما تسرب او كما قيل على لسان المستشار محمد عطيه وبعض اعضاء الحكومه ان القانون لن يتضمن قوائم، بل سيتضمن ان من سيعزل بموجبه سيكون بحكم قضائي نهائي، وده هياخد وقت طويل. طويل جدا. فبالتالي في جدل، في انقسام حقيقه داخل الحكومه، وفي جدل حتى داخل المجلس الاعلى للقوات المسلحه، هل لو هو طبق هذا القانون من وجهه نظر البعض داخل قوات داخل المجلس الاعلى وداخل الحكومه انه قد يقود الى مشكله كبيره جدا، وبالتالي رؤيه ربما تاديله حتى شعار اخر. نتمنى نشوف حل في الموضوع ده، لانه مهم جدا وحساس جدا طبعا. للانتخابات اللي جايه، هيصدر ولا لا، ولو صدر هيصدر بايه، هيبان في الايام اللي جايه. المصري اليوم خبر بقى عن، مش هنا عن قانون افساد الحياه السياسيه، خبر عن السلطه القضائيه والمحامين. المحامون يهددون بثوره ضد قانون السلطه القضائيه، والقضاة يتهمونهم بالبلطجة المخططة ما بين قوسين. نعم. لمن لا يعلم، طبعا هناك مشكلة كبيرة هذه الأيام بين القضاة والحكومة، وبين القضاة سوري بين المحامين والحكومة، وبين المحامين والقضاة. المحامون يحتجون بينهم وبين القضاة على مادة موجودة في مشروع قانون السلطة القضائية المقترح، وهي تتضمن يعني دور القاضي، دور المحامي داخل الجلسة، وهل من حق القاضي ان يزينه ام لا، ومدى حصانته داخل الجلسه. في القانون القديم كان له وضع افضل، في القانون المقترح هذا الوضع سيتاثر وسيعطي للقاضي سلطه اكبر على المحامي. هذه المساله باختصار. المحامون يعترضون اعتراضا شديدا طيب على ايه هذا. البلطجه المخططه دي؟ البلطجه المخططه عشان بس الوقت اول امس بعض المحامين اغلقوا بعض المحاكم بالجنازير وامتنعوا عن حضور الجلسات وهددوا بتصعيد الامر. بعض القضاة يرون في هذا الامر ان هي بلطجة مخططة،
وان هي تعوق عمل موظف رسمي اداء عمله استخدام قوه. نعم، وبالتالي ده استخدام قوه، وبالتالي من وجهه نظر بعض القضاه ان ده امر خطير ويستوجب المساءله والتدخل، وانه لا يمكن السكوت عليه. في كلام ان هم المحامين وخصوصا المرشحين لمنصب النقيب لازم نوري سياده القوه طلبوا اللقاء المجلس العسكري لاسقاط هذه الماده الملتبسه والدعوه الى تحديد موعد الانتخابات نقابه المحامين التي اجلت الى اجل غير مسمى. ويخشى البعض ان يكون شبح الحراسه قد يعود اليها، وان كان هذا مستبعدا في ظل الثوره، نامل ان يصل الى حل وسط يحفظ للقضاء هيبته وللمحامين دورهم، لان البلد فعلا مش ناقصه. بالظبط، البلد مش ناقصه. يا ريت نلاقي حل للموضوع ده بالذات، لانه يعني هيبه القضاء مش هنقول خط احمر، بس هيبه القضاء من الحاجات القليله اللي فاضله لنا. والنقطه المحوريه المهمه يعني في احنا خلصنا ولا لسه فيه؟ احنا لسه عشان لازم الخبر ده اللي بعديه لازم اخده. طيب، ما هو بالظبط الخبر اللي هو مرتبط جوهريا في المضمون مع الخبر اللي قبله ومع اخبار كثيره جدا لم نتحدث عنها ورددناها طوال هذا الاسبوع. وهي فكره المصري اليوم برضو الصفحه الاولى، عمال المصريه للاتصالات يهددون بقطع الانترنت الاسبوع المقبل. هناك مشكله في المصريه للاتصالات، العمال لهم مطالب كثيره جدا. الفكرة الجوهرية، إذا كنا نختلف مع المحامين ونقول لهم عبروا عن رأيكم كما تشاءون لكن لا تغلقوا المحاكم بالجنازير، نقول للعمال المصرية للاتصالات وموظفيها اطلبوا ما تشاءون، اعتصموا كما تشاءون، لكن فكرة قطع الاتصالات، فكرة أن تحجز رئيس مجلس الإدارة في مكان لمدة 18 ساعة وهو مصاب بالسكر والضغط وأمراض كثيرة، فكرة أن تستعمل القوة لفرض مطالبك، هذه كارثة. هو الغريب في الموضوع انه رئيس الشركة المصرية طلع من كام يوم السيد عقيل بشير صح قال انه لا هم لا يمكن يفكروا في قطع اتصالات ولا يمكن يفكروا في قطع تليفونات. طب ادي الرد اهو على حضرتك انه الناس بتهدد بقطع الانترنت، هي فين الحقيقة بقى؟ ولا احنا نتعامل زي زمان نعمل حافظين نعم حاطين راسنا في الرمل، ما احناش شايفين اللي بيحصل والمشكلة داخلة علينا وبتقرب والكارثة داخلة واحنا قاعدين بنتفرج وبندي تصريحات. طبق القانون. الفكرة الجوهرية يعني الحكومة المصرية طلعت من حوالي اسبوعين ثلاثة انها لن ترضخ لأي مطالب الا بعد فض الاعتصامات، لكنها رضخت. لا توجد رؤية سياسية، في مشكلة كبيرة جدا ان لا توجد رؤية سياسية. مطلوب ان الناس تتحرك وتحل المشاكل، ارجوكم ما تسيبوش المشاكل دي تتفاقم، والناس برضو المعتصمين يدوا فرصة علشان ما فيش حاجة تتحل في يوم وليلة، ما فيش عصاية سحرية بتحل كل المشاكل. اكتر خبر مش هنعلق عليه، ومن الاهرام الصفحة الاولى التحقيق مع علاء وجمال مبارك في جرائم غسل اموال بسويسرا. اعتقد ده خبر هتلاقوه في هذا كل خبر حتة ممتع. هذا خبر ايجابي، لانه اذا ثبت انه ما في تشكيل عصابة لغسيل اموال الفلوس هترجع بدون حكم قضائي في مصر. استاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق، بنشكرك جدا يا فندم ونورتنا، ونتمنى ان نتقابل في ظروف دايما تكون احسن ان شاء الله. مشاهدينا هنسيبكم مع تقرير عن السوق الخيري للجمعيات النسائية، اقامت الجمعية العامة للجمعيات النسائية لتحسين الصحة سوقها الخيري السنوي بنادي التجديف، حيث اشترك في هذا العام عدد كبير من السفارات الأجنبية والعربية. نسيبكم مع التقرير ونرجع لتاني فقراتنا بعد التقرير.